ايه ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم مع بعض عن موديلات شاشات توشيبا ال 32 بوصة، وهنتكلم عن الفرق ما بينها وبين كل موديل والتاني وايه هي اسعارها. بس في البداية ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب لو استفدت ولو بمعلومة صغيرة. اول موديل معانا وهو ارخص موديل في شاشات توشيبا ال 32 بوصة هو 32 اس 2850 اي اي. الموديل ده يا جماعة سعره 2400 جنيه. الريزوليوشن بتاع الشاشة دي اتش دي، درجة الوضوح بتاعته 1366 في 768 مزود بمدخلين اتش دي ام اي، وكمان في مدخل للفلاشة، وبلد المنشأ مصر، وضمان 3 سنين، بالإضافة ان في كمان مدخل للاريا للارضي. وكفاءة الاستهلاك بتاع الطاقة بتاعته ايه؟ بالإضافة طبعا لمدخل الفيديو ومدخل الكمبيوتر. تاني موديل في الشاشات دي هو 32 ال 2600 اي اي، وده مختلف عن الموديل اللي قبليه بان فيه امكانيه لتوصيل هارد خارجي، والنظام الالوان بتاعه وثلاثي الابعاد، وفيه كمان خاصيه تثبيت الصوره، وهو برضو اتش دي، وفيه مدخل برضو للارسال الارضي، بالاضافه طبعا ان فيه تايمر لتشغيل الجهاز واغلاق الجهاز، وقائمه متعدده اللغات، ومخرج لسماعه الراس، واكتر من وضع للصوره، ديناميكي وقياسي، ووضع كره القدم، وضع سينما والعاب، وكلها اوضاع للصوره عشان خاطر تختار اللي يناسبك، ودي كلها حاجات زياده عن الموديل اللي قبليه، وسعره 2500 جنيه. الموديل اللي بعديه 32 ال 3965 اي اي. الموديل ده يا جماعه الزياده اللي فيه ان هو مزود برسيفر داخلي، وفي نفس الخواص اللي فاتت زي مدخل اتش دي ام اي ومدخلين للفلاشه، وبرده ضمان 3 سنين واتش دي. والزياده كمان اللي فيه ان فيه كذا وضع للصوت، قياسي وموسيقى وسبيك وليلي ومسرحي، كل دي اوضاع للصوت تقدر تختار منها اللي يناسبك، بالاضافه برضو ان فيه مدخل اريال ومدخل الفيديو، بلد المنشأ مصر، وضمان 3 سنين، وسعره 2550 جنيه. واخر موديل متوفر في السوق في الشاشات ال 32 هي الشاشه 32 ال 5995 اي اي. الموديل ده يا جماعة هو الموديل السمارت في الشاشات دي، وهو طبعا افضل الشاشات ال 32 بوصة اللي بتنزلها شركة العربي. الشاشة نازلة اتش دي بنظام اندرويد 9، ومزودة برسيفر داخلي، وفيها امكانية الاتصال بالانترنت سلكيا ولاسلكيا، وامكانية الدخول على تطبيق نتفليكس عشان تقدر تشوف المسلسلات والافلام اللي انت بتحبها، وبلد المنشأ مصر. وللأسف عيبه ان هو ضمان سنتين بس مش 3 سنين، وفي ذاكرة داخلية 8 جيجا، وفي برضو مدخل الإرسال الأرضي، وفي 7 أوضاع للصورة وخمس أوضاع للصوت، وكمان في إمكانية كمان للدخول على اليوتيوب والدخول على جوجل بلاي ستور، تقدر تحمل البرامج والألعاب ومساعد جوجل الصوتي كأنك شغال بالظبط على الأندرويد بتاع الموبايل، مع إمكانية تشغيل البرامج والألعاب من خلال الموبايل وتوصله على الشاشة، بالإضافة لإمكانية البحث الصوتي، وده تقدر تشغله عن طريق تطبيق اندرويد تي في على الموبايل، بالاضافه للتايمر بتاع الفتح وقفل الجهاز، وفي 3 مداخل اتش دي ام اي ومدخلين للفلاشه، ومدخل واحد لكابل الانترنت، ومدخل لسماعات الاذن، ودي سعرها 3000 جنيه. دي كل حاجه عن شاشات توشيبا ال 32، وانتظروني في فيديو تاني عن الشاشات الاكبر في شاشات توشيبا. يا رب تكونوا استفدتم ولو بمعلومه صغيره، وما تنسونيش باللايك والسبسكرايب، واقول لكم سلام.